يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا يكون بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه النهارده حلقه يعني مختلفه شويه عن الحلقات اللي انا بعملها قبل كده. حلقه هتكلم فيها عن رمضان صبحي وعودته للنادي الاهلي. اسباب كتير قوي بتقول ان رمضان صبحي بره النادي الاهلي، لكن كولر الفتره الاخيره قرر ان هو يبدا يتكلم مع اداره النادي الاهلي في ان هي توفر له رمضان صبحي، خصوصا ان في الفتره الحاليه بيتعرض عليه عدد كبير قوي من اللعيبه المحليين، فليه ما يبقاش في رمضان صبحي؟ الراجل بشكل او اخر هو ما عندوش معلومه عن اللي حصل وقت رمضان صبحي. مجلس إدارة الحالي بتاع النادي الأهلي قافل على عودة رمضان صبحي بالضباط المفتاح، وده شيء مستحيل إن هو يتكرر أو يتقال إن هو يعني يتكرر مع إمام عاشور مثلا كإمام عاشور، أو إن هو يرجع. وهقول لك ليه صعب إن هو يبقى معاملة إمام عاشور، لأن رمضان صبحي نفسه اتكلم وقال: يا جماعة أنتوا سامحتوا إمام عاشور، طب سامحوني انا كمان، يعني انا كمان انا بقى ابن النادي الاهلي، وانا كنت لاعب في النادي الاهلي، وكنت نجم الشباك بتاع النادي الاهلي، وكنت كنت هبقى اصغر كابتن للنادي الاهلي في وقت من الاوقات، ولكن حصل اللي حصل فانتقلت للبيراميدز، وانا غلطت وامام عاشور غلط، وانتوا سامحتوا امام عاشور وسامحوني انا اولى ان انا اسامح. فكان مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي في الوقت الحالي قفل الموضوع ده. ليه بقى؟ امام عاشور لما غلط مع النادي الاهلي او غلط في النادي الاهلي، فكان هو على ذمه نادي الزمالك، وكان لاعب بيلعب لفريق منافس للنادي الاهلي، وهو كان طول الوقت بيلعب لفريق منافس للنادي الاهلي، عمره ما لبس تيشيرت النادي الاهلي ولا عمره كان مع النادي الاهلي وهكذا. فخلاص انا حاسبه على من اول لما بقى معايا، قبل كده خلاص مفيش، يعني تمام. وده غلط بشكل ما، يعني انا مش متفق مع الكلام ده، ولكن ده اللي حصل. اوكي، رمضان صبحي بقى ايه المشكله بتاعت رمضان صبحي؟ رمضان صبحي المشكله بتاعته ان هو كان في النادي الاهلي، وكان وقت تجديد رمضان صبحي قبل ما قبل ما عقده يخلص، يعني كان رمضان صبحي في ستوك سيتي، وكان مستواه واقع جدا 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 لعاشر الفتره دي. هيقول لك رمضان صبحي ما كانش بيبص بصتين، ما كانش بيعرف يرقص اتنين على بعض او يعدي من واحد حتى، ده كان واقع وقعه مش لطيفه. تمام، فجي الاهلي عمل له عقد اعاره برقم كبير جدا، لان هو زي ما احنا قلنا كان بيتم اعداده ان هو يبقى اصغر كابتن للنادي الاهلي، وكنا اللاعب اللي يقدر يخلي النادي الاهلي يرجع تاني يبقى ينافس بشكل اقوى، خصوصا ان كان بقى عندنا مدير فني سويسري اسمه فايلر، كان ريني فايلر كان مدرب عالمي، وكان يعني مظبوط بالشعر، وكان رمضان صبحي كانت النقطه او القطعه اللي هي ناقصه في تشكيله فايلر. المهم فجبنا رمضان صبحي وقعدنا لعبناه وخليناه يستعيد تاني مستواه وخليناه يرجع تاني يلعب في المنتخب وهكذا. ثم ايه اللي حصل؟ جه بيراميدز قال دخل في الموضوع وكلم ستوك سيتي، والاهلي كان عارف المعلومه بتاعت ستوك سيتي ان بيراميدز بيكلم ستوك سيتي يعني. فراح كابتن محمود الخطيب جاب رمضان صبحي وجابه وقعد يتكلم معاه وعرض عليه حاجات كتير جدا، مزايا كتير جدا ما كانتش موجوده عند اي لاعب قبل كده في النادي الاهلي، ولكن رمضان صبحي اختار ان هو ياخد الفلوس بتاع بيراميدز، وده حق مشروع وانا ما عنديش اي مشكله فيه، وانت كمان ما بيبقاش عندك اي مشكله فيه، لان كلنا بنجري ورا الفلوس، كلنا بنشتغل عشان الفلوس. فتمام، هو اختار ان هو يبقى لاعب في سبورت بيراميدز بياخد مبلغ معين من المال في الوقت ده وخلاص. فكون ان رمضان صبحي بقى بيحاول طول الوقت ان هو يرفض نادي الزمالك مقابل ان هو يحاول يرجع تاني للنادي الاهلي، وان نادي الزمالك بيحاول بقاله فتره طويله جدا تعاقد مع رمضان صبحي، ورمضان صبحي محتاج بقى النادي الجماهيري يبقى زي عبد الله السعيد وهكذا، ولكن عوده رمضان صبحي بشكل ما الفتره دي انا شايف وانت شايف برضو ان هو هيبقى صعب جدا جدا جدا، سواء على
مستوى الجماهير او على مستوى مجلس اداره النادي الاهلي. ده ما يمنعش ان رمضان صبحي هو لاعب كبير جدا ولاعب موهوب جدا ولاعب سيبك من انخفاض مستواه دلوقتي، لان برضو ازمه المنشطات وان هو بيلعب في نادي ما بينافس بس مش بنفس الدرجه اللي هي هو مش اساسي برمان في النادي بتاعه. لكن لما ياخد فرصته ويبدا يلعب بشكل كويس اكيد 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 هيبقى لاعب عالمي وهيكسر الدنيا وكل حاجه، لكن بعيد عن النادي الاهلي. وارد 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 انه يرجع في رمضان صبحي للنادي الاهلي، لكن اللي متاكد منه ان هو مش هيرجع ابدا هو مجلس اداره النادي الاهلي ده، ما هو رئاسه الكابتن محمود الخطيب لرئاسه مجلس اداره النادي الاهلي موجود، ممكن يرجع حد تاني لكن في مجلس الاداره ده ما اعتقدش. بس ده كان كل اللي عندي للموضوع ده. لو انت عندك حاجه عايز تقولها عن موضوع رمضان صبحي يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات. انت تقدر تسامح رمضان صبحي على ان هو مش من النادي الاهلي في الوقت دوت ولا لا؟ وانت شايف رجوعه هيبقى عامل ازاي؟ لان احنا في الاول وفي الاخر القناه دي مناقشه، احنا الاثنين نتناقش مع بعض. فلو انت عندك راي يا ريت تكتبه لي تحت في الكومنتات. ونشوف في الاخر ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.